قول لنا ايه اسم اخر صاحبه جيجي اتخانقت معاها. يا ساتر يا رب. مش عارف. لا لازم تكتب بقى وتخمن صاحبتها بقى في الشغل. صاحبتها انت متى اتخانقت معاها؟ واحده استلفت منها الفستان ما رجعته الحش، واحده سلتت منها عقد كده، حاجات بسيطه دي يعني. وبعد كده هيحصل مشاكل بعد كده مع اصحابها بقى. لا مش هيحصل مشاكل، ما هي متخانقه معاها اساسا، هي مش صالحتها خلاص. انا عارفه هما يعني. اكتبوا اكتبوا يلا يلا عشان تاخدوا نقطه. كان في خناقه حصلت. مش حتى لو خناقه صغننه، سوء تفاهم بسيط وعدى عادي. اكتب اكتب يا بيبي ولا اعمل ايه؟ لا مش هنجيب سيره ناس. ايوه لا مش هنبين الاسم. طب احنا هنعرف الاجابه لنفسنا. لا مش هنبين الاسم ولا مش هنجيب سيره ناس. ايوه بالظبط، ما هنبينش. مش هنجيب سيره ناس. انا اهو خلي البورد كده، ما هي كده محدش هيعرف. مش هنوري الناس، مش هنوري الناس عشان هنقول اخذوا النقطه، عشان ناخد النقطه ومساعه على طول. يلا ارفع بقى. اكتب. اوكي شوفي كده. برافو، هي ماهي. برافو. وخدوا نقطة على حسك يا ماهي. ضحكوا علينا يا نانا، ضحكوا علينا، طلعوا أشرار. عمالين يضحكوا، هما اللي تنبح مكركرين من الضحك. أنا هوريكم والله. انت اللي صدقته. سؤال الجيجي، اخر حاجه هشام بيعملها قبل ما ينام؟ ارفع واكتب. لا مش هتفهموها الكتابه وحشه. لا باينه. خلاص يلا نلف للكاميرا. بيصلي ما شاء الله وسقفه وخدوا نقطه. برافو النبي، تبقى تدعي لنا بقى والنبي الله يخليه. طيب السؤال دلوقتي لهشام. لو جيجي كانت مرأة عاملة، كانت ممكن تشتغل ايه؟ انا مرأة غير عامل. الطبخ. لا غير الطبخ. انا مرأة عامل. هي مرأة عامل. بتشتغل ايه؟ هي بتشتغل في حاجات كتيرة يعني. زي ايه؟ يعني هي بتشتغل. لا ما انا قصدي غير شغلها يعني الطبيعي، ايه الحاجه اللي في خيالها او موهبه ثانيه ما حدش يعرفها كانت ممكن تبقى بتشتغل فيها؟ اكتب ولا ايوه اكتبوا يلا. ما فيش في دماغي. هو عارف اهو. انا ما اعرفش. عارف اكتر مني اللي انت كنت. ايوه طبعا انت هتغششها. لا الحاجات اللي كانت بتعملها زمان كانت حلوه، بتعمل حاجات حلوه. اكتب. ده كان بيعرفها. ما عنديش حاجه اكتب. كنتي بتخيطي؟ بقى احنا حسيت وريني هتنطقيها ازاي. طيب يلا. ايه كتبتي؟ نو. اكسسوارز. اكسسوارز بس هي ما جاوبتش، يبقى ايه بقى؟ يبقى خسرت النقطة للأسف. يعني انت عرفتي ان هو فعلا هو اللي صح عشان انا اشتغلت في الاكسسوارز. بس هو هي قالت لك حاجة تحب تعملها ما عملتهاش. يعني قصدك ان اللي هو كاتبه غلط؟ ايوه. خلاص يبقى تخسروا النقطه كده او برضو بس. يعني انت اللي حكمتي، قلت لك اللي كاتبه غلط. ايوه هي كانت بتقول. لا مش غلط. لا كان غلط. لو سمحتي بوزي ما بيغلط. بس انا لا لا بس انا اقول لك حاجه، هي لغايه دلوقتي بتحب الاكسسوارز جدا. وانا كمان. وبتعمل حاجات حلوه قوي وبتوفق حاجات مع بعضها وبتعمل. هي ما شاء الله الحلق بتاعها عجبني قوي ما شاء الله. اتفضلي والله العظيم. لا بجد حلو عليك. طيب يعني انتوا كده كسبتوا معانا في المسابقة الأولى 5 في 3. لا 6 من 10. ليه بقى؟ إن شاء الله نعيد من الأول. 5 في 3 6 من 10. لا نعيد من الأول. 5 فيهم 3 6 من 10. 5 فيهم 3 6 من 10. أنا بقى ما بعرفش في الحساب خالص. ما علينا، يبقى هما كده كسبوا 6 من 10. لسه فاضل بقى اللعبة الثانية اللي هننافسهم فيها أنا ومدودي، وهي لعبة التابوت. لا من غير دي. ليش ما؟ من غير دي. هنعمل بقى بالكروت دي. اللعبة عبارة عن خدي هاتي غطا القلم. حاضر اهو. غطا؟ ميرسي. هاتي بقى دي وحطيهم هنا جنبنا. وايه؟ اطلعوا كده لقدام. سيبي يا مدودي بقى يلا. انا كمان؟ لا خليك انا هديك الكروت. او انت ما شاء الله انا هتجيبي. بص الصور دي انا هطلع دلوقتي صوره وهوريها لماجي. هو لازم يشرح لي الحاجه اللي فيها عشان هو ماجي جوزي، فلازم ابقى فاهماه ويبقى فاهمني. ما انا هشوفها مع ماجي.
ما هو مش مهم عادي بس المهم ان انا اللي ما شفتهاش. كل واحد يشرح للتاني يعني. وهو يشرح لي بقى اللي فيها. فاحنا بقى كل واحد فينا ليه صورتين. بصوا هتفهموا انا هوريكم كده وانتوا هتفهموا. اهو بس من غير كلام اهم حاجه ما عادش يتكلم. بدون كلام يعني. يلا. ايه؟ طبق؟ ايه 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 ده بيوصف لك. ايوه ما هو وصف. لا ما ينفعش ما يوصف ما ينفعش يعمل كده بايده. ما هو مش عايز ايه؟ ما هي وصف من غير كلام. هو بيوصف الكلمة. انت قافش ليه يا عم؟ ماشي. المفروض انا معايا يعني. انا خوف. لا لا. ولا مش معاه؟ هو احنا مع بعض ولا انا؟ لا. هنضرب بعض في الاكل؟ لا انت مع جيجي وانا مع ماجي جوزي. يلا. طبق في الفرن؟ مية مية. ماشي. سي جي. ايوه سي جي. شكرا يا جوجو. كده كله واحد كده وكده يبقى سي جي اللي حطها كده. ايوه امال ايه ده احنا شاطرين قوي وبنفهم بعضين. مين بقى الدور على مين؟ بقعة. بقعة. واحد. ايوه صح. وشاطرين قوي وده بدا يقلقني يا ماجي. يلا وريني. هتقعد نص ساعة بقى تحكي لك الحدوتة. انا بفهم كده. وكلها انتوا الاثنين فاهم؟ كل حاجة انتوا الاثنين فاهم؟ احنا بنعمل كل حاجة سوا. صح. بجد؟ السنجاب. بسين. سمك. كلب البحر. دولفين. برافو. طب ايه علاقته بالحمى؟ اعملي لنا كده. ايه علاقته بالحمى؟ مش احنا واحنا بنستحمى بتقول انت شبه الدولفين مليطه. يلا اي حاجه فيها كده يا بيبي. ماشي ان شاء الله تخسروا يا رب. لا هنشوف بقى جيجي هتعمل ايه. ممكن تقومي بقى. يعني تيجي على نفسنا شويه. نحره. لا 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 ما اقدرش اقول. لا لا ما انت جاي عليا من الاول. لا والله ده انت حبيبتي وحياه ربنا. ما اصل وصفها يعني ليه هنلف اللفه دي كلها؟ لا براحتك. جري تطلع سلم عجله. فاضل اجابه. فاضل لكم اجابه واحده. فاضل اجابه لازم تعرفها. ما تقولش بقى. بتقول لك قوم اقف جوزك هيخسر. تعالى على نام. تعالى على نام. انت بقى انا بتدخل؟ لا خلاص انا اتدخلت بينك وبين جوزك. معاكي حق. خلاص حاضر. لا يلا يا لا خلاص يا ستي. لا بيوقعوا. الله انا سكت. لا لا هشام. لا بصي يا هشام مركز اهو خلاص. دي سهلة أوي. تريدميل. عرفتها ازاي دي؟ يعني هو حاطط الفيش عارف؟ ما هو ما دام ما بجيش طبيعي يبقى حاجة بالكهرباء. طبعا ده حتى الجري كان على الهادي. يعني جري في المكان. ليش؟ لو انا بقى وانت يا مجدي من لا لو انا هتمشي تمشي وتطلعي وتسلمي على الناس. طيب ماشي. عموما انتوا كسبتوا برضو معانا في اللعبه. ايوه الله. فاخر بقى حاجه لازم نعملها علشان خاطر نعرف بقى فعلا فعلا انتوا شايفين بعض ازاي. فهتاخدوا البورد الحلوه دي. اتفضلي. والنبي ما تقولي اللي انت ناويه. امانه عليك. لا 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 اهو يلا. وعايزينكم تبصوا لبعض وترسموا بعض تقولوا لنا انتوا شايفين بعض ازاي بالشكل التخيلي كده. وما دام ليكي في الاكسسوارات اكيد هتعرفي بقى تظبطين. طبعا. يا حبيبي رسمك حلو. بجد حلو قوي. ده فار ده. ايه ده؟ خلاص انت خلصت. يلا عشان نبتدي التايم ينزل. خلصت. خلص.
اصلا خلصت؟ خلص. خمسة أربعة ثلاثة اتنين واحد ونلف. الله دول كيوت قوي يا جماعة. هو رسمها وردة وهي رسمها قلب. لا ده احنا نسمع بوسة كبيرة بقى. يعني ربنا يخليكم لبعض طبعا، بس بما انكم كنتوا كرييتيف فده هيفتح لنا مخنا لحاجة تانية، ان احنا نحكم عليك يا اتش انت الحكم النهائي، لان انا مش هقدر احكم على جي لانها حاسه ان انا مضطهداها، فانا عشان اثبت لها اني بحبها هاجي لك انت. قولي. اوكي؟ ماشي. لازم تقلد لنا حد. زي مين يعني؟ اي حد انت بتحبه، ممثل، مغني، تقلد جيجي وهي بتتكلم، اي حاجه. بتقول وتعيد لمين؟ وبتشكل ده وده الناس المغرمين ما يعملوش كده، دول مهما تألموا بيداروا ويبتموا ولا يوم يتكلموا. الناس المغرمين ما يعملوش كده.